العرضيات منهم 9 عرضيات لعلي معلول، 17 احنا 17 منهم 9 لعلي معلول و8 لاحمد فتحي. فده لوحده عامل 9 عرضيات للفرقه، لمس الكره 74 مره، عمل اسيست، صنع فرصتين، اكتر لاعب عمل تمريرات طوليه من تحت 13 تمريره طوليه منهم 10 صح. يعني 10 من 13 صح، يعني علي معلول هو اللي بيبني الهجمه من تحت. وحصل على خطا. ممكن يكون الدور الدفاعي النهارده برضو زي المباراه اللي فاتت ما كانش نوعا ما جيد، ولكن علي معلول على الدور الهجومي، وبرضو تغيير فايلر لما حوله جناح، لازم نتكلم على التغييره دي، ان هو لما نزل ايمن اشرف، لما نزل محمود متولي كمساك ودخل ايمن اشرف باك شمال وحول علي معلول لجناح، فده لعيب جوكر من باك شمال لجناح شمال، وتحولت الطريقه بنفس الشكل ده 4-2-3-1، وبرده مكسب عوده محمود متولي طبعا واحد من اهم المدافعين. بمناسبه الكلام على محمود متولي، رامي ربيعه